السلام عليكم ورحمة الله، أخبار الواحدة من قناة المرابطون وتتابعون فيها. تمديد جلسات الحوار الوطني 3 أيام إضافية، وقيادات في المعارضة المشاركة تبدي تذمرها من عدم جدية الحوار. المعارضة المقاطعة تعلن عزمها التحرك وتشدد على استنكارها لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشروعية تغيير الدستور. حزب العدالة والتنمية الإسلامية يتصدر الفوز بالانتخابات التشريعية، وحزب الاستقلال يسجل أكبر انتكاسة انتخابية يعرفها أداؤه في الأعوام الأخيرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مددت اللجنة المشرفة على الحوار الوطني الشامل الجاري بقصر المؤتمرات جلسات الورشات 3 أيام إضافية، وجاء التمديد بعد اتفاق الأطراف المشاركة في الحوار على أن يكون الختام الخميس المقبل الموافق 13 من الشهر الجاري. نتابع. لجنة الإشراف على الحوار الشامل الجاري بقصر المؤتمرات تمدده 3 أيام إضافية من أجل التوافق حول حزمة من النقاط ما زال النقاش جاريا حولها. وقالت اللجنة أن هذا التمديد جاء بعد اتفاق جميع المشاركين في الحوار بهدف النقاش حول مواضيع لم يتم الحسم فيها، وقد شهدت بعض الورشات نقاشات ساخنة حد التوقف قبل الوقت المحدد لها نتيجة مستوى التباين بين المشاركين. ويرى بعض المشاركين أن الحوار مبدأ يجب الالتزام به لكونه الطريقة الوحيدة لتحسين الديمقراطية في البلاد. الرغبة في حل المشاكل المطروحة للبلد هي الدافع للمشاركة في الحوار على حد تعبير جل المشاركين، كما يعرج بعض الساسة على أسبقية مشاركتهم في الحوار وجهودهم في إنجاحه رغم مقاطعة طيف عريض من المعارضة الموريتانية. وبحسب بعض المعلومات غير الرسمية، فقد اتفق المتحاورون على بعض النقاط من بينها إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية محلية، كما تم الاتفاق على إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات موسعة وزيادة السن القانونية للترشح. وتفيد المعلومات غير الرسمية أنه تم تجاهل البت في عدد المأموريات الرئاسية باعتبارها من غير النقاط المدرجة للنقاش، كما تم تجاهل المطالب بتغيير شكل العلم والنشيد الوطنيين. ويرى مراقبون أن الدستور بشكله ما قبل الحوار الشامل يلبي تطلعات الموريتانيين، وأن الخلل كامن في عدم تطبيقه وليس في مواده. وكان منتدى المعارضة وحزب التكتل المعارضين قد أعلن أن ما يجري ليس حوارا شاملا وإنما هو حوار النظام لنفسه. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية كان قد أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير أن التعديل الدستوري بشأن المأموريات الرئاسية من بين النقاط المطروحة للنقاش في الحوار. إعلان رأى فيه حزب الوئام الديمقراطي عدم جدية الحكومة في الحوار، وأن تصريح الناطق الرسمي بشأن المأموريات أربك المتحاورين، محملا الحكومة أي فشل للحوار. أعلنت أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار أنها درست خطوات تندرج ضمن حراك احتجاجي للرد على تصريحات وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي أعلن فيها أن ما هو مقرر في الدستور بشأن المأموريات جديد على الموريتانيين، وأن من حق الشعب مراجعة الدستور لأنه صاحب السيادة. وشددت القوى المعارضة على رفضها لهذه التصريحات التي تستهدف ثوابت وطنية يسعى النظام لنسفها من أجل الإبقاء على شخص واحد في السلطة، وهو ما يتناقض مع نص الدستور ومقتضى حصر المأموريات في اثنين سعيا لتكريس مبدأ التداول على السلطة. حذر حزب التحالف الشعبي التقدمي من المساس بالوفاق المعبر عنه في مسودة الحوار السياسي التي أقرتها مختلف الأطراف، مؤكدا أن المساس بتلك المسودة قد يدفعه لتعليق مشاركته في الحوار. وقال بيان صادر عن الحزب بهذا الخصوص: إن استمرارنا في الحوار سيبقى رهنا بعدم المساس بالنقاط المقترحة للتدارس ولا مساومة في ذلك، وتبعا لهذا الموقف سيكون غير ملزم لنا أي إضافة أو تحرير أو تبديل في المخرجات، ولن نقبل أن نمضي في مسلسل نهاياته لا تنبني على مقدماته، وعلى من يحاول غير المتفق عليه أن يتحمل مسؤولية المراوغة وزيادة تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلا، حسب تعبير البيان. قال القيادي في حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي دومو عبدي والجيد إنه يأسف لعدم جدية الحكومة في الحوار، منتقدا بشدة في فحوى تصريح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين والشيخ بشأن المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات.
واعتبر أول الجيد الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية أن تكرار الناطق الرسمي باسم الحكومة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية والمتعلق بعدم الالتزام بتحديد المأموريات كما ينص على ذلك الدستور سيؤدي إلى إرباك. سيرجع لجلسات الحوار. دعا وزير الداخلية في الحكومة الموريتانية أحمد والعبد الله في كلمة له أمام الاجتماع الرابع لوزراء الدول الإفريقية المكلفين بتسيير الحدود والتي بدأت أعمالها أمس الخميس في أديس أبابا، دعا إلى عمل إفريقي جاد في مجال تسيير الحدود. وأوضح الوزير أن ثمة محاور تتطلب تطوير الجهود والتنسيق بين الدول لتفادي المخاطر، وتتمثل هذه المحاور في ضرورة التقدم في برنامج ترسيم الحدود بين الدول لتفادي الأزمات، ودعم وتطوير التعاون الحدودي بين الدول الإفريقية، والعمل على تحسين خبرات جميع الفاعلين في مجال تسيير الحدود. أعلن وزير الثقافة وكالة أحمد والأهل داود أنه تم الشروع في تأسيس مراكز للتكوين في المجال التراثي والثقافي خصوصا في مجال الصناعة التقليدية، وذلك من أجل الدفع بعملية تنمية هذا القطاع للأمام. تسعى وزارة الثقافة والصناعة التقليدية إلى وضع خطة جديدة تعيد الاعتبار للصناعة التقليدية، وذلك بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز والمتمثلة في إعطاء الأولوية للأعمال الفنية وخصوصا الصناعات التقليدية، وافتتاح مراكز التكوين الفني والتقني لتعليمها نظرا لدورها الهام والحاسم في المساهمة في خلق التنمية المستديمة، ونظرا للدور الذي يمكن أن تتطلع به في خلق وظائف جديدة للشغل، الأمر الذي سيجعلها قبلة للشباب ويحقق لها مستوى من الحيوية هي مؤهلة له. إقليميا، تصدر حزب العدالة والتنمية المغربي الفوز في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية بما يقارب 129 مقعدا، وتبعه في الترتيب حزب الأصالة والمعاصرة ب103 مقاعد، وحل في المرتبة الثالثة حزب الاستقلال الذي تراجع في هذه الانتخابات تراجعا كبيرا حسب وكالات الأنباء، وبلغت نسبة المشاركة 43%. وسيحتاج الحزب الفائز في هذه الانتخابات إلى بناء ائتلاف حكومي قادر على التماسك ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي عكست الانتخابات ومستوى نسبة المشاركة المتدني حاجة الأداء الحزبي لمزيد من التألق. تنوعت أطروحات الأحزاب السياسية المغربية في الانتخابات والتي تنافست فيها 700 مترشح، وعرفت مشاركة أحزاب جديدة على المشهد الحزبي، ومارست فيها الأحزاب كافة أنواع الدعاية الرقمية والاتصال المباشر خصوصا في الأرياف والقرى. نتابع. ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي يملكها مواطنون فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة. نتابع. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه موافقة حكومة الاحتلال على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة في بيان صحفي
إن قرار بناء بؤر استيطانية غير قانونية الذي سيتم تنفيذه بأثر رجعي يتناقض مع التصريحات العلنية السابقة لحكومة إسرائيل بأنها لا تنوي إنشاء مستوطنات جديدة. وأضاف أن قرار مواصلة بناء المستوطنات والتوسع يتناقض مع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، ويضعف احتمالات التوصل إلى حل الدولتين في إطار عملية السلام، ويجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدا. وفي 23 سبتمبر أيلول المنصرم، أعلن ممثلو اللجنة الرباعية عقب اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك معارضتهم القوية للتوسع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم قرار إسرائيل بأنه تهديد بمزيد من فصل مدينة رام الله وسط الضفة عن نابلس شمالي الضفة، وبالتالي مزيد من تقويض التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل. وذكر الاتحاد أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، داعيا الاحتلال إلى الالتزام بالتوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين. وفي الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري، أعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وتظهر البيانات الصهيونية الرسمية أن الربع الثاني من عام 2016 شهد أعلى معدلات للبناء الاستيطاني في 3 سنوات. وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل نيسان 2014 إثر رفض حكومة الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى في السجون، ورفض التفاوض على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها ما تسمى القدس الشرقية على حدود 1967 إلى جانب دولة الاحتلال. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تمديد جلسات الحوار الوطني 3 أيام إضافية، وقيادات في المعارضة المشاركة تبدي تذمرها من عدم جدية الحوار. المعارضة المقاطعة تعلن عزم التحرك وتشدد على استنكارها لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشروعية تغيير الدستور. الانتخابات في المغرب، تنافس سياسي واسع على موقع الصدارة بين الأحزاب في ثاني انتخابات تجرى في ظل دستور 2011. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. ثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.